في هاد الدنيا الانسان كيعيش مره واحده، هاد الشيء علاش خصنا نعرفوا كيفاش نعيشوا هاد الحياه، حيت الحياه قصيره بزاف وما عندناش الوقت اللي نضيعوه في امور تافهه ولا نقاشات عقيمه اللي كتهلك طاقتنا وتحرق اعصابنا، ولا نضيعوه في تصرفات وسلوكات تعكر المزاج ديالنا. بزاف منا كاينين في هاد الحياه، ولكن القليل منا اللي كيعرف يعيش هاد الحياة. باش تعيش حياتك في هدوء وراحة البال فلا بد من إتقان فن التغافل، والتغافل هو تغمض عينيك على الأخطاء. التغافل كيعني أنك مديهاش في الأمور التافهة، وأنك تجنب التحكار والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة وإحصاء الأخطاء. التغافل هو النضج والحكمة، والإنسان المتغافل كيكون إنسان مرتاح ومريح للناس اللي معاه. كتلقاه كيشوف الخطأ ما كيستحقش الاهتمام والتعقيب، وكيتصرف عادي بحال لما وقع والو. وهذا الشيء ما كيعنيش أن الإنسان المتغافل مغفل ولا ساذج، وإنما التغافل راه منشية من الحكماء ودليل على نضج الإنسان. والمتغافل كتلقى قلبه نقي ومتسامح وما كيبغيش يحرج الناس، وكتلقاه مرتاح البال. وهذا الشيء علاش الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة من اللي سولوه أين نجد العافية والسلامة وراحة البال، قال 9 أعشار العافية في التغافل عن الزلات، بل هي العافية كلها. والتغافل يحتاج أي إنسان، سواء أب ولا أم، أستاذ ولا تلميذ ولا مهندس ولا طبيب، الكل يحتاج إتقان فن التغافل باش يعيش مرتاح ومطمئن البال. وهنا غنذكر قصة معبرة. واحد الأستاذ جامعي كان كيقري الأدب في واحد الجامعة في بريطانيا، وكان يلاه ألف واحد الكتاب وتباع منه بزاف النسخ. وفي وسط المحاضرة واحد الطالب أشار لهذا الكتاب هذا، وهو يقول الأستاذ للطالب مزيان أنك قريتيه. وهو يقول للطالب نعم أستاذ، لقيته في قائمة أكثر الكتب مبيعا وشريته. هو يدخل واحد الطالب من دوك الطلبة المتنمرين وقال بسخرية أكثر الكتب مبيعا كيكونوا غير في قائمة الكتب المستعملة. وبقوا كيضحكوا بعض الطلبة، ولكن الأستاذ ما ادهش فيهم وكمل المحاضرة ديالو بشكل عادي بلا ما يعلق على التصرف. وملي سالت المحاضرة وخرجوا الطلاب، مشى واحد الطالب عند الأستاذ وقال له هادشي اللي وقع مؤسف وهذا التصرف غير مقبول. وهو يقول له الأستاذ ما تديرش في بالك، أنا تعودت على بحال هاد التصرفات. وهو يقول له الطالب سمح لي نسولك باش نستافد منك، واش ما كتضايقش كهاد التصرفات واخا دوزتي سنوات كثيرة في الجامعة؟ أنا بعدا كنظن صعيب عليا نتعود على بحال هاد التصرفات. وهو يجاوب الأستاذ وقال له يا عزيزي، إذا بغيتي تكون ناجح خاصك تتعلم أنه ما عندكش الوقت لبحال التفاهات. أنا كنركز طاقتي في الأشياء اللي كتفيدني، مش الأشياء اللي كتضايقني وتحزنني. يا سلام على هذا الكلام الرائع والحكيم ديال هذا الأستاذ، حيث في الحقيقة في هذه الحياة احنا محتاجين نستغلوا طاقتنا ووقتنا في الأمور المفيدة والأشياء الإيجابية. أما تضيع الوقت في النقاشات التافهة راه غنعيشو في عذاب وشقاء، حيث بزاف منا كيتحابلو أن التدقيق في الجزئيات وأننا كنفهمو في كل شيء من علامات الذكاء، لكن العكس راه هادشي من علامات الشقاء. وهادشي لاش قال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ولكن ما خصناش نغمضوا عينينا على اي حاجه، حيت بعض المرات ما كينفعش تغمض عينيك وتغافل. وهنا خصنا نعرفوا فوقاش نتغافلوا
وفوقاش نكونوا صريحين. تغافل من اللي يكون في الطرف الآخر شي تصرف ولا شي هذا ما يمكنش يغيرها، خاصة إذا كان هذا الطرف من أقرباء ديالك بحال الوالدين ولا الأزواج ولا الأبناء ولا الأصدقاء المخلصين. حيث في هذه الحالة الأفضل هو أنك تميك وتغمد عينيك على الأخطاء ولا التصرفات اللي صادرة منهم باش تحافظ على علاقتك بهم. لكن إذا كان هذا التصرف ممكن يتغير فهنا خاصك تكون صريح وتبين ليه الحاجة اللي كتضايقك وما كتعجبكش فيه باش حتى هو يعرف أن داكشي اللي كيدير راه كيضايقك ويبدلو، حيت إلا ما قلتي له والو فراه غيبقى يدير داكشي ومع الوقت ما غتبقاش قادر تصبر وغتكرهو وغتسالي العلاقة بالخصام. وهنا نذكر واحد القصة مفيدة في هاد الباب هذا. واحد الراجل كان مزوج بمرأة كلشي فيها زوين إلا حاجة واحدة، وهي أنها من كتجي تاكل كتبقى تدير داك الصوت ديال مضيق الماكلة، وهذا الشيء كان كيستفز راجلها. مع الوقت ما قدرش يتحمل هذا الصوت هذا وبقى كياكل على برا، وطبعا مع الوقت المرأة بقات كتشك في راجلها وسحب لها أنه كيخونها، وكثروا المشاكل وسالت العلاقة بالطلاق. فلو أن هذا الزوج بين الزوجة ديالو هذا الشيء اللي كيستفزه بواحد الطريقة لابقة كاع ما يوصلوا للطلاق ولهذه المشاكل هذه. تغافل إذا كان في الطرف الآخر شي حاجة يمكن تصبر عليها وتحملها، وهذا الصبر والتحمل كيختلف من شخص لآخر، حيت كاين شي تصرفات ممكن يتحملها بعض الأشخاص وكاين اللي ما يقدرش يتحملها. لكن إذا كان هذا التصرف كيضايقك وكيأذيك وما تقدرش تصبر عليه فهنا خاصك تصارح الشخص. تغافل إذا كان هذا الشيء اللي كيضايقك كيوقع نادرا يعني مرة، وهنا غنذكر قصة صلاح الدين الأيوبي اللي كان جالس كيدوي مع أحد الأشخاص وشي وحدين كانوا كيلعبوا بالنعال، يعني بحال النعال اللي كان نستعملو الآن، وهو يرميها واحد فيهم وطاحت حدا صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي في هاد اللحظة غيدور وجهه ويكمل هضرة باش ما يبينش أنه شافها طاحت حداه، باش طبعا ما يحرش داك الشخص اللي رماه. اما الا كان هذا التصرف كيوقع بزاف فهنا خاصك تكون صريح وتبين للشخص هذا التصرف اللي كيضايقك وكيأذيك باش تحافظ على علاقتك به طبعا. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم وفادكم، وما تنساوش جيم وبارطاج، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.